النادي اللي جمعنا ولا نسيتوا الذكريات. انا عمري ما هقدر انسى اي ذكرى كانت معاه. بجد تحيه بحضراتكم مره تانية، وارحب بضيفي اللي منورني ومشرفني النهارده في برنامج الاشبال، الكابتن عربي بدر. ازيك يا عربي؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن. اللقطات اللي كنا بنتفرج عليها دي كان في معسكر فتره الاعداد في اسبانيا، صح؟ كانت في اسبانيا من شهر بالظبط. كان مع الفريق الاول. كان مع الفريق الاول مع كابتن مع فتره لسارتي قبل ما يمشي. كان مين موجود بقى معاك من الاشبال او الناشئين اللي طلعوا خلال الفتره دي؟ كنت انا ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير ورمضان مصطفى الجول 99 واحمد طارق سليمان جول 2000. مهم جدا يعني، احمال طبعا تدريبيه وحاجات ما يعني اعلى كمان من مستوى الناشئين في فتره الاعداد. اكيد طبعا الأول. اكيد طبعا يا كابتن اسامه، الفتره دي كانت يعني مختلفه جدا. يعني انا السنه اللي فاتت كنت باخد اتمرن مع 99 وكنت بلعب ماتشات مع 97 دايما، فلما طلعت الفريق الاول الاحمال مختلفه تماما والحمل البدني عالي، فاكيد انا استفدت طبعا وزملائي استفادوا في الفتره دي. تمام، عشان بقى نعرف يعني جمهور النادي الاهلي بعربي بدر، وهو خريج قطاع الناشئين. في البدايه انت مواليد كام عربي عشان مواليد 2001 23/10/2001. 2001 السنه اللي فاتت كنت تلعب مع 99 وبتلعب مع 97. لعبت مع 99 ولعبت مع 2001 ولعبت مع 97 وكنت موجود مع الفريق الاول. تمام ما شاء الله الحمد لله. يعني بدايتك بقى مع النادي الاهلي، مين اللي اكتشف عربي بدر او عربي بدر انضم ازاي للنادي الاهلي؟ هل من خلال اختبارات ولا واحد اكتشفك وداك النادي الاهلي؟ احكي للجمهور النادي الاهلي عشان الناس تبدا تعرف مين عربي بدر. هو انا كابتن والله حضرتك في 2012 كنت بتمرن في مع كابتن سيد في البراجيل، فبعد كده وداني اختبارات النادي الاهلي مع كابتن كان ماسك الفتره دي، كان كابتن ياسر محمدين وكان كابتن احمد جمال وكان اداري كان كابتن مجدي عيد. فمن خلالها اتمرنت اول تمرينه، ف يعني بصراحه الحمد لله من ساعتها وانا موجود في النادي، وقال لي هات ورقك وكده وان شاء الله تبقى موجود معانا. وساعتها بابايا جه معايا ومضى معايا في النادي، ومن ساعتها الحمد لله موجود. انا سنه 2000 وكام؟ 2012. 2012 طيب بدايه بقى من 2012 ل 2019 مين المدربين اللي اشتغلت معاهم؟ والله يا كابتن حضرتك انا اشتغلت مع كابتن احمد سراج في الاول، كان مع كابتن ياسر محمدين. ياسر محمدين ومع كابتن احمد جمال. اتمرنت اول ما رحت اتمرنت مع فريق 2000 لعبت معاهم اول بطوله واخدناها الحمد لله. انا اخدت 4 بطولات مع 2000 واخدت 3 بطولات مع 2001 وبطوله مع 97 والبطوله السنه دي مع الفريق الاول الدوري العام. السنه اللي فاتت انت الناشئ الوحيد على مستوى مصر اللي جمعت ما بين بطولتين جمهوريه، صح كده؟ السنه دي اخدت 3 بطولات. السنه دي اخدت 3 بطولات 2001 السنه دي واخدت 97 ومع الفريق الاول الحمد لله دوري ممتاز. الحمد لله رب. انت كنت موجود في مباراه من مباريات الدوري الممتاز، ماتش المصري اللي كان في الماكس، صح؟ كان في استاد الماكس مظبوط. كنت انت ومصطفى شوبير كنتوا على دكه البدلاء. دكه البدلاء تحسب طبعا يعني ما شاء الله. يعني عربي بدر عنده 18 سنه بيكتب له بطولات دايما. السنه اللي فاتت يا كابتن حضرتك اخدت برده الحمد لله بطولتين، برده اخدت مع 2001 واخدت مع 2000 والسنه يعني انا الحمد لله شاركت برده مع 2000 لعبت ماتشات كتير. يعني الحمد لله كنت بلعب السنه اللي فاتت يعني الوحيده اللي لعبت كم من الماتشات كتير. لعبت مع 2001 ولعبت مع 99 الحمد لله ولعبت مع 97. بيحصل تنسيق طبعا عربي اكيد طبعا ما بين المدربين وبعض عشان يعني برده ما يبقاش يعني اجهاد عليك او حمل كبير عليك. اكيد يا كابتن. وانا يعني الفتره اللي فاتت يعني ما كنتش بلعب مثلا ايه ماتشين في ورا بعض بصراحه. يعني في وقت راحه كافي ما بينهم بصراحه. اللي كان بيخدمني في الحته دي كابتن عادل عبد الرحمن، يعني ده كان بيخدمني فيها جدا وبشكره جدا الصراحه. ما انا هاجي لها دلوقتي، يعني مش هقدر اعدي. احنا دلوقتي ماسكين مدرب انت الاول. تمام. كابتن ياسر محمدين، بعد كده كابتن احمد سراج. بعد كده كابتن احمد سراج اتمرنت معاه 4 سنين مع ال 2000. استفدت ايه بقى من سراج؟ يعني كابتن احمد سراج انا عارفه
ان هو دايما من المدربين اللي ما بحبش اللعيبه تغلط، دايما واقف على الخط بيصحصح اللعيبه. اه طبعا ده هي دي بصراحه في روحه جامده جدا يا كابتن. ما هو دايما عموما انا كلعيب انا ما بحبش اخسر، هو كمدرب هو بيحبش يخسر، بيحبش يتعادل. فهو يعني بصراحه ضاف لي كتير جدا واستفدت منه كتير جدا، وان شاء الله دايما كده من المزيد ان شاء الله يضيف لي اكتر واكتر وانا موجود معاه السنه دي ان شاء الله. واول ماتش لعبته ماتش 7 السنه دي مع سموحه يوم الجمعه اللي فاتت كويس. وكسبنا 1-0 الحمد لله، وان شاء الله في ماتش يوم الجمعه الجايه ماتش الزمالك ان شاء الله ممكن اقدر انزل العب معاه باذن الله ونقدر نكسب. تمام، يعني انت بتتمرن فوق مع الفريق الاول وبيتم استدعائك تحت لفريقك بتشارك معاه. بالظبط يا كابتن، ده شيء مهم عشان دايما يعني يبقى عندك لياقه المباراه لا والماتشات وكده. طيب احنا اتكلمنا عن كابتن احمد سراج، بعديه كابتن عادل عبد الرحمن. لا كابتن محمد شرف طبعا، كابتن محمد شرف ما تنسيش ده تولى 2001 حوالي 3 4 سنين برضو اخذنا كذا بطوله مع كابتن محمد دي شرف. دي لقطات من معسكر اسبانيا، شايفين مصطفى شوبير، شايفين عمار حمدي كمان، يعني نتكلم خاصة طبعا كل يعني تحية لاعبي الفريق، لكن بنتكلم عن الناشئين اللي كانوا موجودين. عمار حمدي جداً. وانت وعمار حمدي عمار حمدي ووفا وعبد المنعم ومحمد عبد المنعم ورمضان واحمد طارق سليمان وانا الحمد لله رب العالمين. وفا ده مصطفى شوبير. ده وفا مصطفى شوبير حبيبي ده. طيب كابتن محمد شرف بقى ابرز الحاجات اللي انت يعني استفدتها منه، خاصة انك انت اشتغلت معاه 4 سنين. والله كابتن اسامه يعني كابتن شرف مش مجرد مدرب اتمرنت معاه وخلاص. هو مدرب يعني اخ كبير وفي نفس الوقت والد برضه، يعني اب لينا برضه كلنا. فبصراحه كلنا استفدنا منه، وبره الملعب بيبقى دكتور نفساني لينا كلاعيبه. يعني لما بكون متضايق من حاجه بره النادي او بره الملعب خالص بروح اتكلم معاه، بيدلنا على الطريق الصح وبيكلمني في الصح وكده، وانا باخد بقراراته دايما. وانا لسه مكلمه من يومين او 3 ايام كده، يعني لسه ما زال في تواصل. طبعا طبعا هو دلوقتي موجود مع نادي انبي، واتمنى له التوفيق الفتره الجايه، وهو مدرب كبير فانا بشكره جدا. وكان كابتن اسحاق معاه، كابتن اسحاق اول طبعا حضرتك عارفه، وكابتن مصطفى فتحي مدرب الحراس. خلي بالك اسحاق اول بيتكلم عربي احسن مننا دلوقتي. ده بيتكلم كويس قوي. هو كابتن وكنا احنا في معسكر في ماتش المصري كنا في السويس، فاحنا كان كابتن شرف دايما بيعمل قعده كده بالليل يعني بعد صلاه العشاء بنصلي جماعه. طب وبعد كده بيعمل قعده بنتكلم بقى يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب وانت بتتكلم كده عربي، الهدف ده مباراه ايه دي؟ ده مباراه وادي دجله مع 97. كان كام النتيجه في الماتش ده؟ 6-1 وانا افتتحت الاجوال الحمد لله. 6-1 الحمد لله برضه 6-1 وانت اللي افتتحت. الحمد لله. يعني انت قمت الكوره دي يا كابتن بدور رضا شحاته يعني في المباراه دي. الكوره دي انا قطعتها فبصيت لاحمد ياسر ريان، فانا كنت جنبه كده، فهو حب يشوط فقلشت من على رجله جات لي، رحت انا حاططها ببطن رجلي في ده كان المباراه دي مع الكابتن عادل عبد الرحمن السنه اللي فاتت مع كابتن دوري 97. الحمد لله. طيب عايزين احنا كسبنا وادي دجله 5-1 في ارضهم و6-1 عندنا. 6-1 الحمد لله. طيب احنا اتكلمنا مع كابتن محمد شرف، وانت بتقول ان هو يعني ما كانش مدرب بس، ده اب لينا برضو طبعاً خارج الملعب. عايز برضو ايه ابرز الحاجات اللي انت اتعلمتها من الكابتن عادل عبد الرحمن، خاصه برضو الكابتن عادل يعني نجم كبير يعني مسك فريق 97 وكان دايما حريص انك انت تكون موجود معاه وانت بتلعب مع 2001. والله يا كابتن اسامه حضرتك، هو بعد ربنا طبعا الفضل يرجع لكابتن عادل. فهو بصراحه السنه اللي انا فيها دي او السنه اللي فاتت هو بصراحه ضاف لي كتير جدا. اولا اتكلم عليا وعرف الناس بيها في النادي الاهلي فوق في الفريق الاول. هو انا اول ما طلعت مع 97 كنت انا عندي تمرين كنت مصعد مع 2000، فكلموني قالوا لي انت من مع 97. جم قال لي انت معاك محاضره مع كابتن عادل مع الفريق، فدخلت ازيك عامل ايه؟ قلت له الحمد لله كابتن. قال لي في لبسك؟ قلت له يا كابتن حضرتك انا اتمرنت الصبح. قال لي انا مبلغهم اللي هم بلغوك. قلت له يا كابتن والله حضرتك ما حد قال لي حاجه لسه قايل لي دلوقتي، وانا اتمرنت الصبح كان تمرين تقيل. قال لي طب خلاص روح غير وتعالى عشان ايه هوريك حبه تكتك كده، وعندنا واقف يعني هو عندنا ماتش تاني يوم مع الدرجه الاولى الصبح. ده قلت له خلاص. قال لي مش هتتمرن مش تعمل اي حاجه وعشان لو شاركت شويه وكده. قلت له خلاص ماشي يا كابتن. رحت غيرت وجيت ولبست ونزلت مع الملعب، اتمرنت التمرين كله. يعني اتمرنت التمرين كله. بعدها لقيت نفسي بادئ مع باللعب 97 مع الفريق الاول. دي المباراه اللي كانت في مختار التتش. صح كده. دي كنا كاسبين الشوط الاول 2-0، كنا عاملين شوط كويس جدا. جينا كان اول ماتش في الدوري، اول ماتش في فتره الاعداد. فجينا عشان اول ماتش في فتره الاعداد وكده تعب، فخسرنا الشوط الثاني 3-2.
بعد كده عملت انا ماتش كويس جدا، من ساعتها هو بقى بيحبني وبقى يتكلم عليا كويس، وبقيت العب معاه بصفه اساسيه معاه في الفرقه، والحمد لله ربنا كرمني من خلاله وبيتكلم عليا كويس، وانا بشكره جدا على اللي قدمه لي واللي اتعلمته منه. وهو دايما بيتكلم عليك كويس، عايزك بقى تقول الو تشوف انت اشوفك هتعرف مين اللي معانا على الهوا ولا لا. الو الو مين؟ يا لولو. يا كابتن اوفا. يا لولو حبيبي. يا لولو ايه اوفا عامل ايه؟ معانا طبعا يعني مصطفى شوبير. ازيك يا درش، اخبارك ايه؟ عامل ايه يا كابتن؟ تمام الحمد لله، كل التوفيق. انا عندي بس تعقيب وحيد، انا عندي بس تعقيب وحيد، وعمال يحكي على اللي عمله في الماتش اللي هو بتاع الدرجه الاولى، ما حكاش على ضربه الجزاء اللي انا خدتها. انت كنت واقف في المباراه دي يعني؟ الكابتن عمل تصدي ضربه الجزاء الكابتن احمد الشيخ قبل الماتش بيوم، واتمرنت تمرينتين ونزلت عملنا ماتش كويس، وفي الاخر ما قالش ان انا خدت ضربه الجزاء. لا لا انت جول كبير طبعا، يعني انت اللي لعيب كبير قوي. ربنا يخليك مصطفى شوبير. طبعا مصطفى شوبير طبعا من اللعيبه المميزه، وهتكون ان شاء الله موجود معانا قريب يا مصطفى، وبنزلك دلوقتي لقطات يعني من دوري 97 السنه اللي فاتت، ما شاء الله اديت كمان يعني اداء رائع، خاصه انت كنت برضو زي عرب بدر بتصعد من فريق 2000 لفريق 97. طمنا عليك دلوقتي يا مصطفى، اخبارك ايه دلوقتي مع الدرجه الاولى؟ والله يا كابتن الحمد لله، احنا دلوقتي انا بتمرن مع الدرجه الاولى انا وعربي، تمرين معاهم من السنه اللي فاتت. ودخلنا مع بعض حتى ماتش المصري، الدنيا ماشيه مع بعض، احنا دايما في المحطات ماشيين انا وعربي مع بعض في الدرجه الاولى. وبتكلم يا كابتن مثلا على عربي ده، وانت تسمع دايما الكلام عنه، وانت كابتن بتيجي تشوف الماتشات بتبقى عامله ازاي. ده ان اللعيب بشخصيته ان هو مواليد 2001 يطلع يلعب مع 97 ويتمرن مع الفريق الاول بالمنظر ده والناس تتكلم عنه كده، يبقى احنا مستنيين حاجه كبيره كبير قوي. والناس كمان يمكن ناس على السمع دايما تقول لك في لعيب مستقبل اسمه عربي بدر، في لعيب في لعيب، حتى انا النهارده الصبح انا بس يعني قابلت حد كده فبيقول لي انتوا عندكم لعيب ناشئ انا لسه ما اتفرجتش عليه بس الناس بتتكلم عليه اسمه عربي بدر. قلت له استنى هتشوف حاجه، يعني لعيب شخصيه كويسه جدا جوه وبره الملعب، شخصيه قويه، لعيب ما بيتاثرش بضغوطات ولا باي حاجه، بيدي 100% في التمرين دايما. يعني انا هو اصغر مني بس انا بشوفه بتعلم منه في حاجات في التمرين، مش عيب، الراجل مجتهد، راجل متدين جدا، كل حاجه فيه بتؤهله ان هو يبقى لعيب في النادي الاهلي، هو ده شخصيه النادي الاهلي. واحنا بنتمنى كمان يا مصطفى ليك انت وعربي بدر ومنعم وكل اللعيبه المميزه داخل قطاع ناشئين النادي الاهلي، ان شاء الله نشوفكم في يوم من الايام بتمثلوا النادي الاهلي في الفريق الاول. قول لي بقى مصطفى، السنه اللي فاتت واحنا كنا بنذيع لكم مباريات الناشئين على الهواء مباشره، واحنا بنذيع دلوقتي كمان لقطات من المباريات، يعني شعوركم ايه كمان واحنا بنقدم لجماهير النادي الاهلي المواهب الموجوده عندنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ طبعا بصراحه انا السنه اللي فاتت لما كنت بعمل لقاء مع قناه النادي الاهلي شكرتك انت كابتن، شكرت كل العاملين ان هم قادرين يعرفوا الناس ان في مواهب تحت، يعني تشوفوها ان انت تيجي تتفرج على ماتش اللايف دي عمرها ما حصلت قبل كده. فانها تحصل السنه دي وان انتوا تسعوا لده وكاميرات تيجي وتيجي الناس كانت بتيجي، يعني احنا بتبقى مثلا متجمعين من بدري شايفين الناس بتحط الكاميرات وبتحضر، بتبقى انت نازل مش عايز تزعل الناس دي اللي جايه بتحضر لك وجايه عايزه الناس تشوفك وبتسعى لك وبتشوف شغلها، انت عايز تفرحهم وعايز تخلي اهلك يشوفوك ان هم بيتفرجوا عليك مباشر، بنعيش اجواء ان احنا لعيبه درجه اولى من بدري، وده مش حاجه جديده على النادي الاهلي ان هو يعيشنا كده، احنا متعودين على كده. وكمان قناه النادي الاهلي ضافت لنا ده، حسيت ان انت تلعب ماتش في الدوري ممتاز. انا حاطط لك كاميرات، انا حاطط لك ضغط، حاطط لك كل حاجه، الجمهور بيتفرج عليك، الناس مستنيه منك، فدي بصراحه طبعا مجهود يشكر من قناه النادي الاهلي جدا. وطبعا فرقت معانا كتير يا كابتن، الناس كلها، ناس كتير بتيجي تقول لي، يعني انا بقى هخلص الماتش وخارج واحد يقول لي مثلا الصده اللي انت صديتها في اللي هو لسه الماتش خلصان ما كملش نص ساعه، قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، الناس كانت على السمع بس. يعني طبعا بنشكر قناه النادي الاهلي طبعا يا كابتن اللي عمل، لا ده واجب علينا وحقكم ان فعلا زي ما بقول لك انتوا يعني شخصيات، فعلا شخصيات محترمه ولعيبه كمان مميزه بنقدمكم لجماهير النادي الاهلي. وزي ما بقول لك يا مصطفى انا عايز اعرف طموحك بقى خلال الفتره الجايه، خاصة يعني أنت من فعلا من المواهب المميزة جدا وموهبة فعلا على طريق، يعني إن شاء الله نتمنى نشوفك، يعني طموحك خلال الفترة الجاية إيه مع النادي الأهلي؟ طبعا طموح الفترة الجاية كابتن الواحد عايز يبتدي، يعني الحمد لله الواحد دخل في الصورة أكتر، دخل الماتشات أكتر، نفسنا بقى نخش نبتدي نتعرف أكتر، نبتدي نساعد النادي. احنا يعني احنا تحت دايما اللي بيطلع بنبقى حاطين تارجت واحد قدامنا هو النادي، احنا نخدم النادي، النادي مش عايزنا، عايز يطلعنا عار، عايز اي حاجه، ده احنا تحت امر النادي، النادي يقول لنا اعمل كذا نعمل كذا، النادي يقول لنا اعمل كذا نعمل كذا، بس اهم حاجه ان احنا نفيد النادي حتى لو على حسابنا احنا. احنا اتربينا على كده تحت،
واحنا ده الهدف اللي احنا حاطينه قدامنا، ده التارجت بتاعنا. والسنه دي ان شاء الله يكون لينا دور ان احنا ناخد في الدوري، ناخد في كاس، اي بطوله نقدر نشارك فيها عشان نقدر نفيد النادي ان شاء الله ونفيد نفسنا طبعا كده. ان شاء الله انتوا لسه قدامكم مستقبل يا مصطفى، انت وعربي ومنعم وكل اللعيبه المميزه دي، لسه سنكم صغير، وان شاء الله الفرصه لما تيجي تكونوا موجودين كمان فريق الاول، ويكون تكونوا من العناصر الاساسيه الموجوده كمان فريق الاول. مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي فريق 2000 وفريق 2000 وكمان 99، شكرا جزيلا لك. شكرا ليك يا كابتن. كابتن كنت لازم انا اشكره على الكلام الجميل اللي قاله عليا ده، فهو برضو يعني الناس بتتكلم اوفا اوفا يعني بابا وكده، لا هو جول كبير وجول عنده شخصيه كبيره، وجول بصراحه يعني هيقدر يشيل النادي الاهلي 10 سنين 15 سنه هيلعب ان شاء الله مده طويله، عشان هو يعني جول يستاهل، او هو يعني جول بصراحه يعني عنده موهبه جامده جدا، فهو ان شاء الله يبقى هو كابتني في منتخب مصر وكابتني في النادي الاهلي، فان شاء الله يقدر يقدم المزيد من اللي عنده، واقول كبير انا بصراحه. وخلي بالك ده اللي عاجبني كمان في شخصيه مصطفى شوبير، برغم ان ممكن في ناس يعني بتنتقد لاهداف او لاغراض ما في وقت من الاوقات، لكن هو عنده الشخصيه اللي بتميزه دايما، هي شخصيه لاعب النادي الاهلي. طبعا انا كابتن، هو اصلا جول يعني شخصيته جامده جدا، هو ده اللي مميزه عن اي حد او عن حد في جيله، هو ما شاء الله بيلعب مع ال 2000 وبيلعب مع 99، بينزل يلعب معاهم، ومع 97 كان بيلعب بصفه اساسيه الماتشات اللي فاتت كلها السنه اللي فاتت، ومع موجود مع الفريق الاول، يعني بيبقى يعني هو دلوقتي جول تاني او تالت يعني مش بعيده يعني، وان شاء الله فرصته هتيجي وانا واثق فيه ان شاء الله، لو الفرصه جات له هيبقى جول مصر ان شاء الله. ان شاء الله. عارف كنا بنتكلم دلوقتي عن الكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن عادل الرحمن، وانت بتقول كمان ليه فضل كبير عليك، وحكيت بدايه ما هو يعني صعدك معاه. ايه كمان الحاجات اللي انت استفدتها يعني من خلال السنه اللي فاتت ما كابتن عادل عبد الرحمن تولى قياده 97؟ لا كابتن، يعني انا لو اتكلمت كتير يعني هو انا استفدت منه كتير جدا يعني. من طريقه التعامل، من طريقه كلامه معايا، هو دايما كان يقول لي لازم لعيب الكوره يعني يبقى عنده هدف عشان يوصل له، وانت انا شايف فيك انك لعيب كويس وان شاء الله هتبقى يعني نجم في النادي الاهلي. وقبل ما يمشي على طول راح من يعني مناديني كده، كنا في جزء من الملعب كده وبيعمل تكتيك وكده، فقال لي خد يا عرب، قلت له يا كابتن، قال لي انت هتبقى نجم كبير، انت نجم، هتبقى لعيب كبير جدا، قلت له ان شاء الله يا كابتن، فراح سايبني وماشي. فانا طبعا بشكره على الثقه اللي هو اديها لي دي او بيتكلم عليها في كل حته، فانا بشكره جدا والله، وان شاء الله اكون عنده حسن ظن حضرتك. عايزين نروح بقى للمنتخبات. عارف انت 2001 18 سنه انضميت لمنتخبات مصر قبل كده؟ الحمد لله كابتن. وانا في الاول رحت منتخب مصر مع كابتن عمرو انور جيل 2000، وما حصلش نصيب، ما كملناش في البطوله يعني، والحمد لله. وحضرتك كنت من اختيارات حضرتك في منتخب 99. فكنت رحت انا تجمعين وكده، فبرضه ما حصلش نصيب ان انا اكمل. ف كنت رشحتك انا لكابتن حماده صدي، كنت بتفرج على مباراه 2001 واحنا كنا متواجدين مع كابتن حماده صدقي، يعني منتخب 99، فهو لفت انتباهي فبلغت الكابتن حماده فجابه، لكن يعني هو ما كملش عشان كان في فرق سنتين من 99 و2001، عشان كان لسه يعني الاجسام شويه صغيره، لكن الموهبه عند عرب بدر يعني باينه او ظاهره من بدر. ورحت وانا دلوقتي موجود مع كابتن ربيع ياسين جيل 2001، وان شاء الله نقدر نحقق حاجه لمصر، عندنا بطوله 2021 ان شاء الله، ونقدر تصفيات تبتدي 21، تصفيات امم افريقيا 2021 ان شاء الله شهر 5. وشاركت وعملت لعبت مباريات وديه دوليه؟ والله يا كابتن حضرتك لعبوا هم في شهر 4 بطوله شمال افريقيا، بس انا ما كنتش كانت في اسكندريه، بس انا ما كنتش متواجد فيها. وان شاء الله عندنا معسكر شهر 9 ان شاء الله ابقى متواجد باذن الله، ونقدر نحقق حاجه لمنتخب مصر. وكابتن ربيع يعني الفتره دي اشتغل معانا كويس قوي، ومعسكرات وكده والتزام، ونقدر نحقق حاجه لمصر يعني، ونبقى نجوم كده كبار ان شاء الله. طيب عايزين بقى نروح للفريق الاول، يعني هم بيكلموك اول مباراه، انت لعبت اول مباراه وديها مع الفريق كانت ضد مين؟ ده اول مباراه كانت من 2016، لا كان مع كان ماتش ضد البلاستيك، كان مع كابتن حسام البدري. حسام البدري. طلعت انا واحمد اشرف ومحمد مغربي. كنت انت محمد اشرف المغربي، كان 2018. 2018 مش فاكر بصراحه. استدعوك كلموك تعالى في مباراه وديه في مختار التتش عشان تكون موجود فيها مع الفريق الاول. يعني وانا وقتها كان كابتن محمد شرف، كنت انا خارج من الامتحان، فكابتن محمد شرف بيكلمني بيقول لي ان شاء الله عربي
اعمل ايه وكده. قلت له الحمد لله يا كابتن. قال لي انت فين؟ قلت له يا كابتن حضرتك لسه خارج من الامتحان حالا. قال لي عملت ايه؟ قلت له الحمد لله ربنا كرمني وحليت يعني. قال لي طب ان شاء الله انت موجود بكره الساعه 1 الظهر في ماتش ودي مع الفريق الاول. قلت له يا كابتن انت بتهزر؟ قال له والله يا ابني في ماتش مع الفريق الاول. اقول لهم خلاص انت مش جاي؟ قلت له لا ما تقولهمش ان انا مش جاي. ده انا هروح النهارده بات. ده انا هبات النهارده في مختار التتش طبعا. بصراحه يعني انا اول ما قفلت فكلمت والدتي بعد ما قفلت مع كابتن شرف يعني فضلت تزغرط ومش مصدقه. اه طبعا ووالدي برده واهلي كلهم عموما يعني. فانا طبعا شاركت انت في المباراه دي؟ اه كابتن لعبت بتاع يعني تلت ساعة بالظبط في الآخر. اه لعبت تلت ساعة. أصل هو كان في كم من لعيبة كبار يعني كان في لعيبة كتيرة جدا. وبعد كده شاركت أنت مع كارتيرون على ما أعتقد. بعد كده كان كابتن حسام البدري مشي وكده. بعد كده جه كارتيرون. طلعت أنا برضو معاه ماتشات ودية كتير. طلعت كتير وخاصة كنا بنلعب الفريق الأول عندنا برضو ماتش ودي. عندنا في مدينة نصر وساعتها حصل تغيير ما بيننا وما بين الفريق الاول. انا نزلت مع الفريق الاول يعني كارتيرون قال لي يعني لعبت شوط معاهم وراح مخرجني لعبت معاهم الشوط الثاني. مع الفرقه الثانيه. لعبت مع الفريق الاول الشوط الثاني. وايضا برضو مع لاسارتي كنت موجود في مباريات وديه وفي فتره الاعداد. وفتره الاعداد ودخلت ماتش المصري الحمد لله رب العالمين. وناس بقى يعني ان شاء الله كتبت لك بطوله الدوري السنه دي البطوله 41 انك انت سجلت انك انت كنت موجود في مباراه رسميه. اكيد طبعا يا كابتن يعني اي حد يتمنى كده. وانا يعني بشكرهم جدا على الثقه اللي هم اديها لي وبقيت موجود في الماتش ده. وكان في اصابات يعني في الوقت ده فانا طلعت ودخلت الماتش الحمد لله وكنت موجود في على الدكه. وان شاء الله ربنا يكرم بقى الفتره الجايه يبقى لو لينا دور نقدر نلعب ان شاء الله والناس يعني تشوفنا باذن الله في الملعب. خلي بالك هي الفرصه هتيجي هتيجي بس هي لما تيجي بقى انت وشطارتك الوقت اللي هتيجي فيه هل انت جاهز بدنيا وفنيا وفي افضل حاله ليك. لكن ان شاء الله الفرصه هتجي لك وهتجي لك مره واثنين وثلاثه لكن دايما تبقى انت وانت ناشئ مستعد ليها. يعني انا بحييك برضو وانت بتقول لي انك انت بتتمرن دايما مع الفريق الاول انك بتطلب تلعب دايما مع فرقتك تحت عشان يبقى عندك لياقه المباريات. خبره الماتشات برضو يعني حسيت المباريات بتبقى مختلفه عن التمارين بكتير يعني. هو اصلا يعني قبل ما لاسارتي يمشي وكده قبلها بثلاث ايام او يومين فهو ناداني قال لي ان شاء الله قال لي عربي انا عايزك تركز وتمرن زي ما انت بتتمرن وانت بتزيد في التمارين ومستواك بيزيد فكمل زي ما انت وده حاجه كويسه انك مستواك بيعلى كل فتره واكيد يعني الفرصه هتيجي بس انت يعني خليك جاهز في اي وقت. وقال لي ما تستعجلش خالص وانا قلت له انا مش مستعجل طبعا وانا جاهز في اي وقت لو الفرصه جت انا جاهز وانا موجود يعني في اي لحظه. تمام. ايه بقى يعني ابرز الحاجات من خلال يعني مشاركتك مع الفريق الاول في التدريبات او في المباريات الوديه اكتر حاجات اللي انت استفدتها او تعلمتها؟ طبعا ان شاء الله ربنا يديك العمر لسه هتكتسب خبرات كبيره من خلال المواقف ومن خلال المباريات الافريقيه وكمان في الدوري الممتاز. لكن في المشوار الصغير ده ايه ابرز الحاجات اللي انت استفدتها او تعلمتها؟ هو انا كنت طبعا في الماتشات يعني لما بكون اول لعبت انا ماتش كان جمهوريه شبين الكوم الماتش ده عملت ماتش كويس جدا يعني لعبت انا الشوط الاول كله وخرجت اول ثلث ساعه وبعد كده نزلت تاني حتى الناس كلها كانت مستغربه من كده بس عادي يعني كان ماتش ودي فنزلت وطلعت تاني ونزلت تاني. فكنت انا كنت بلعب كان جنب كابتن حسام عاشور اول الشوط الاولاني. انت مركزك نص ملعب مدافع؟ 6 و8 بلعب دي وبلعب دي. وبقدر العب لعبت سرد باك يعني انا ماتش سموحه اللي فات كابتن احمد سراج اخر 10 دقايق لعبني مدافع. مدافع يعني تلعب مساك ممكن تلعب نص ملعب مدافع؟ انا الحمد لله ممكن العب مدافع ممكن العب ليبرو باك يمين اي حاجه يعني ديفندر. دخلك دي تبقى ميزه خاصة في اللاعب لما بيلعب في كذا مركز لما بيطلع فريق اول بيبقى عنده الخبرات انه يقدر يشتغل في كذا مركز. دي تبقى ميزه خلي بالك ومهمه جدا كمان المدرب يقدر يستغلك وتقدر يبقى ليك دور بعد كده. طبعا يا كابتن المدرب طبعا بيحب اللعيب اللي هو بيقدر يجيد في اكتر من مكان فحاجه كويسه ابقى بس موجود في ال 11 يعني مش شرط اي مكان المهم ابقى موجود واقدر العب واخدم النادي يعني. فبنسبه فماتش اللي هو اللي انا لعبته ماتش الودي لعبت الشوط الاول كان جاب
كان كابتن حسام عاشور كنت بلعب جنبه. الشوط الثاني نزلت كنت بلعب جنب كابتن احمد فتحي. فاكيد يعني اتعلمت من ده وتعلمت من ده. مين نسك الاعلى عربي؟ هو انا مثل الاعلى وكابتن حسام غالي طبعا اعتزل يعني بحبه جدا. اتفرجت على حسام؟ طبعا. هو انا طلعت في الفريق الاول لعبت الماتش الودي هو يعني مش قبلها بيومين كنت بتمنى ان انا العب معاه طبعا. انت خلصت على عربي هو نصيبك وقدم كتير طبعا للنادي الاهلي ومنتخب مصر وزي ما حضرتك شايف يعني. خلي بالك حسام غالي برضو يعني خريج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هو كابتن عماد متعب حضرتك يعني ناس جدا. فهو كابتن يعني زي ما بكلمك كابتن. وكابتن حسام عاشور طبعا بحبه جدا ودايما هو بيكلمني وبيتكلم معايا في التمارين وبره التمرين. فانا بشكره جدا وبشكر اللعيبه الكبيره طبعا كلهم بيتكلموا معايا كويس فانا بشكرهم جدا ان شاء الله وانا بتعلم طبعا منهم. طيب كابتن فتحي مبروك بقى اخيرا وانت نازل من الفريق الاول وبتشارك دايما مع قطاع الناشئين دايما بوجه لك يعني رسائل بيديك نصايح. كابتن فتحي مبروك. طبعا كابتن فتحي مبروك. حتى يوم ما نزلت ماتش سموحه وكده فسلمت عليه هو طبعا من المدربين او من الناس المحترمه جدا وبشكره جدا. واتكلم معايا قال لي شد حيلك وانت نازل عشان تلعب كويس ولازم ماتش مهم وكده. قلت له ان شاء الله يا كابتن عندي حسن ظن ثقتك فيا وان شاء الله ربنا يكرمنا نقدر نكسب والحمد لله كسبنا. تمام. انا بس عايز اقول لك حاجه كده على الهواء عربي يعني نصيحه بسيطه يعتبر من اخ ليك. انت يعني لاعب مميز لكن ان شاء الله لسه قدامك المشوار طويل هتكتسب خبرات من خلال كره القدم. اهم حاجه ان دايما تمرينك يبقى بمنتهى القوه. لازم تحافظ على تمرينك بمنتهى القوه. لازم تحافظ على صحتك اللي هي راس مالك. لازم تحافظ على تواضعك لما التواضع بتاعك لما بتنزل من الفريق الاول وكمان بتشارك مع زمايلك في قطاع الناشئين. لازم يبقى عندك التواضع ازاي زمايلك يحبوك. دايما تسمع كلام مدربك دايما يعني في النصائح اللي بدونك ان المدرب اكيد عنده خبرات بتكون اكتر منك. شرفتنا ونورتنا النهارده. ربنا يخليك كابتن. وانا سعيد جدا ان انا كنت موجود مع حضرتك وبشكر طبعا قناه النادي الاهلي وبشكر حضرتك جدا يعني من خلال قناه النادي الاهلي الناس بتعرفنا وبقت تتفرج كتير على القناه. فانا بشكركم جدا ومن خلالها وبشكر والدتي جدا ووالدي طبعا بشكرهم جدا واخواتي. ف يعني يعني ربنا يكرمني يا رب واقدر اسعدكم دايما. فانا بشكركم جدا من خلال قناه النادي الاهلي ومع كابتن اسامه حسن. ان شاء الله كل التوفيق ليك يا عربي. بشكر ضيف اللي كان بيشرفني النهارده لاعب عربي بدر لاعب النادي الاهلي اللي نتمنى له ان شاء الله التوفيق ونشوفه نجم ان شاء الله في الفريق الاول بالنادي الاهلي. وايضا بشكر فريق العمل كله محمود شوقي محمد الديك احمد رشاد علي توحيد ومخرجنا المميز محمد دكروري. ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير مع الأشباه.